فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نتواجد الآن في المشعر الحرام في مزدلفة بعد أن أفاض حجيج بيت الله العتيق من عرفات وصولا إلى مزدلفة اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، فقد كان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، حيث يظهر الآن مسجد بني في المشعر الحرام حيث كان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد وهو مسجد المشعر الحرام، وسيكون مبيت الحجاج الليلة هنا في مزدلفة مع طلوع الشمس، ينطلق باتجاه الجمرات باتجاه العقبة لرمي الجمرات وإكمال مناسك الحج. سأكون هنا مع أحد حجاج بيت الله العتيق ليحدثنا عن المشاعر، فيما ملايين من مختلف أصقاع العالم يبيتون الليلة في مزدلفة. ماذا عن مشاعركم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاعر لا توصف، أن تكون ممن اختاره الله سبحانه وتعالى ليقف هذا الموقف العظيم في عرفات، ثم ليبيت عند المشعر الحرام ويذكر الله كما هداه ويذكر الله كما اصطفاه واختاره إلى هذا المكان. مشاعر لا توصف، عندما تخيل أنك ممن قال الله سبحانه وتعالى اذهبوا فقد غفرت لكم، هذا موقف عظيم ووقف لا يملك إلا أن نحمد الله ونثني عليه كما اختارنا لهذا المسك العظيم. اسمك احد؟ انا نبيل احمد شجاع الدين. رسالتك الى الزوجه، الى الاهل، الى الاقارب وهم يتابعونكم وانتم هنا في 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 مزدلفه. نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكونوا من يحج البيت ويعتبر به السنوات القادمه إن شاء الله. إذن تتنفس الكاميرا هنا في مزدلفة حيث مليون حاج من أصقاع الدنيا يبيتون بعد أن أفاضوا من عرفات، يتوافدون إلى مزدلفة يبيتون عند المشعر الحرام اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. ونحن عند المشعر الحرام بعد أن أفاض الناس من عرفات، مشاعرك كحاج تكف في هذه الليلة العظيمة؟ اللهم لك الحمد والشكر والثناء، أولا الصلاة والسلام على رسول الله، ثانيا الشكر لله سبحانه، ثم لقادتنا سمو سيدي الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على المجهودات. كما ترون الحاج يأخذ يؤدي مناسك الحج بكل أريحية، هذا فضل الله ثم جهود دولتنا العظيمة. والله يشكر إن شاء الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر قناة السهيل على استضافتها وعلى أخذ الرأي الحاج، والله يوفقكم جميع. اسمك؟ اسمي مشعل اليامي، طال عمرك. من أين يا مشعل؟ من السعودية. إذا وبإذن الله الأهل يتابعونك عبر شاشة سهيل، رسالتك للأهل والأقارب. الله إن شاء الله لا يحرمهم ذا المكان ولا يحرمهم الأجر إن شاء الله، وعقبال إن شاء الله ما يشرفون الأهل وأهلكم في ذي الأماكن الطيبة إن شاء الله. بإذن الله. الله يوفقك إن شاء الله.